بأوامر من ستالين قاد إيغور كورتشاتوف، وهو فيزيائي لامع معروف باللحية، فريق القنبلة الذرية السوفيتي. كانوا عازمين على إنهاء الاحتكار الذري الأمريكي منذ الحرب، ونجحوا في 29 من آب عام 1949. موجة الارتجاج دنت وصدمت سطح المستودع مرتين. كأننا حررنا جنيا من الزجاجة، فشكرنا على إطلاق سراحه من أسره الطويل. بدأ سباق التسلح النووي. أمريكا تعد نفسها لهجوم نووي. ميدان تايمز، في الثواني الأخيرة قبيل التدريب على الاحتماء من قنبلة ذرية في النهار. صفارة الإنذار ترسل سكان نيويورك إلى الملاجئ. جميع الحافلات والسيارات تنزل ركابها الذين يرشدون إلى الملاجئ. ربات البيوت يرخين الستائر ويقطعن الغاز قبيل التوجه إلى الملاجئ في مبانيهن. أنفاق نيويورك تؤمن معظم الملاجئ، وميدان تايمز يخلى بعد الإنذار بدقيقتين. السرعة التي أنتج بها السوفييت قنبلة ذرية أذهلت أمريكا. ما فاجأنا هو الدمار الذي حل بالاتحاد السوفيتي نتيجة للحرب العالمية الثانية. لم نظن أنهم قادرون على جمع المواد الأساسية لصنع القنبلة الذرية، ولكنهم صنعوها بالفعل، واستطاعوا معرفة أسرارنا، وعرفنا أكثر فأكثر كيف تسللوا إلى مشروع مانهاتن بكامله. بعض العلماء العاملين على القنبلة الذرية الأولى في مشروع مانهاتن رأوا أنه لا ينبغي لأمريكا احتكار الأسلحة النووية. كلوس فوكس، وهو بريطاني ألماني المولد، كان منهم. استخدمه الناس جليسا للأطفال، وكان مهذبا وهادئا جدا. لا فكرة لدينا عن هذه الشخصية المزدوجة أو هذا المسعى المزدوج. في كانون الثاني عام 50 اعتقل فوكس في لندن، واتهم بتمرير تصاميم القنبلة الذرية إلى الاتحاد السوفيتي، وحكم عليه 14 عاما للتجسس. عملاء المخابرات السوفيتية رأوا أنهم جلبوا كل الرسوم وأن العلماء نسخوا المعلومات، وقال العلماء بأن المعلومات كانت مهمة. المهندسون كانوا أقل حماساً وقالوا: ما معنى حصولنا على المعلومات؟ كيف نصنعها؟ وكيف نستعملها؟ هذا غير واضح. أمريكا تطلعت إلى علمائها لاستعادة القيادة. وفي مختبرات لوس ألاموس النووية خططوا للقنبلة الهيدروجينية. رأينا آنذاك أن القنبلة الذرية محدودة القوة كتلك التي استعملت أثناء الحرب في اليابان، بينما رأينا أن القنبلة الهيدروجينية غير محدودة القوة. وبتحديد أكبر، رأينا أن القنبلة الهيدروجينية تعادل 1000 قنبلة ذرية، مثلما كانت القنبلة الذرية تعادل 1000 قنبلة كيماوية في الحرب العالمية الثانية. هذه القدرة المدمرة الهائلة صدمت روبرت أوبنهايمر، الرئيس السابق لمشروع مانهاتن. ف
فقد كان رأيه مع عدد من زملائه أن هذه الأسلحة تعرض العالم كله للخطر. إذا نشبت حرب أخرى فإن هذه الحضارة قد تندثر. فلنسأل أنفسنا ما إذا كنا نبذل ما في وسعنا لتفادي ذلك. أمريكا خشيت من أنها إن لم تصنع القنبلة الهيدروجينية سيصنعها الروس، والرئيس ترومان أعطى الموافقة. الجزيرة الباسيفيكية أنيويتوك اختيرت موقعاً لأول تفجير نووي في العالم، وبحلول عام 52 كانت عملية آي في جاهزة. تطلب ذلك نظام تبريد ضخماً بلغ وزنه 82 طناً وارتفاعه 20 قدماً. في أقل من دقيقة ستشاهدون أقوى انفجار شهدته عيون البشر، والانفجار سيخرج من الأفق هناك. وهذه أهمية الحدث، وهذا أول اختبار لقنبلة هيدروجينية. إذا حصل التفاعل دخلنا العصر النووي الحراري. فمن أجلنا جميعا ومن أجل بلدنا، أعرف أنكم تتمنون معي نجاح هذه التجربة. 30 ثانية على وقت الصفر، ضعوا نظارات الوقاية أو ابتعدوا. لا تخلعوا النظارات أو تواجهوا الانفجار حتى مرور 10 ثوان على الضوء الأول. بدأ العد العكسي. 1 تشرين الثاني عام 52 انفجرت أول قنبلة هيدروجينية في العالم بقوة تزيد على قوة 10 ملايين طن من المواد الشديدة الانفجار، أي ما يعادل 1000 ضعف قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. لن تعرف الحرارة حتى تشعر بالحرارة من قنبلة هيدروجينية بقوة 10 ميجاطن، وهي لا تتوقف بل تصبح أشد حرارة، وتبدأ أنت بالقلق ولو كنت تبعد أميالا. طبعا الجزيرة كلها اختفت، وكان ذلك مثيرا للعجب، وأصبحت البحيرة بيضاء كالحليب. ثم طلب إلينا الذهاب لجمع عينات، فركبنا زورقا مع دلاء ونزلنا في حفرة القنبلة، وأخذنا نغرف المواد المشعة ونأخذها للتحليل كي نحدد الفعالية. وفيما كانت أمريكا تصنع القنبلة الهيدروجينية نشبت حرب تقليدية في آسيا. كوريا بلد صغير يبعد 1000 الأميال، لكن ما يحدث هناك مهم لكل أمريكي. وقيام القوات الشيوعية بغزو كوريا إنذار بأنه قد تكون هناك اعتداءات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم. صادق الكونغرس على زيادة $40 مليار في ميزانية الدفاع، وترومان المتردد في استعمال الأسلحة النووية ثانية في آسيا حارب الشيوعيين في كوريا بأسلحة تقليدية. عام 52 قام الجنرال أيزنهاور القائد الأعلى للحلفاء بحملة ليخلف ترومان. آيك صمم على عدم الوقوع في حروب تقليدية، وفضل أن يهدد باستعمال الأسلحة النووية لردع الأعداء، وهكذا تكون النتيجة أفضل. وأنذرت موسكو بأن أي اعتداء آخر قد يشمل ثأراً جماعياً. بحلول عام 54 كانت روسيا تتغير. ستالين كان قد مات، وجرى صراع على السلطة بين نيكيتا خروتشوف وجيوركي مالينكوف. قال مالينكوف: علينا أن ننبه شعبنا وكل البشر إلى أن الحرب النووية تهدد الكل بالفناء.
ينبغي تجنبها بأي ثمن. لكن خروتشوف رأى ذلك محاولة لنزع سلاح السوفيت وإضعافهم. وفي وقت لاحق من ذلك العام شهدت القيادة السوفيتية عرضاً لقوتها النووية. ألقيت قنبلة ذرية قوتها 20 كيلو طن أثناء مناورة عسكرية في توتسكويا في الأورال. وعندما انفجرت القنبلة أرسل جنود لاقتحام المنطقة التي أصابها الإشعاع، وكان الجيش الأحمر يتأهب لحرب نووية. كنت عضواً في فريق التقدير لتلك المناورة. أذكر كيف أن الماريشال بولغانين وزير الدفاع صرح بأن الأسلحة النووية لم تكن مخيفة بقدر تحذير الاستعمار. التجارب الأمريكية في الباسيفيك استمرت. عام 54 كان من المتوقع أن تنفجر شريمب بقوة 5 ميجاتون، لكن الحسابات أخطأت، فالرياح نشرت الغبار الذري المشع أبعد كثيراً من المتوقع. لم نكن مستعدين لهذه النتيجة، إذ كانت منطقة الغبار الذري أكبر بكثير. ولسوء الحظ كانت هناك سفينة صيد يابانية حيث سقط بعض هذا الغبار عليهم، ولم تكن لديهم معلومات عن ذلك وكانوا بعيدين. وقبل أن تصلهم أي معلومات وقبل أن يتم كشفهم، تعرض بعض الأشخاص لبعض آثار الإشعاع. الصيادون كانوا على بعد 80 كيلومترا عندما علقوا في سحابة من الغبار الذري. مرة ثانية يتسمم اليابانيون برماد الموت، هذا ما جاء في إحدى جرائد طوكيو. جميع البحارة 23 مرضوا ومات واحد. لسوء الحظ إن بشرا قد تأذوا، ولكن يتأذى الناس في جميع الأمور دائما، ولا أرى لماذا كان رد فعل الجمهور قويا، مع أن لوسائل الإعلام تأثيراً هائلاً على رد فعل الجمهور. لم تكن وسائل الإعلام قلقة فقط، بل كان هناك عالم قلق أيضاً. استنتجت أن القنبلة كانت كثيرة الغبار الذري، ثم جاء بيان من لجنة الطاقة الذرية في أمريكا يقول: لا تقلقوا على هذا، فالغبار ليس أكثر مما ينالكم من التصوير بأشعة إكس. أنا أعرف كم ينالكم من التصوير بأشعة إكس، وأصبحت فزعاً. شارك في هذا القلق عدد من علماء العالم، فوضعوا مع الفيلسوف البريطاني برتراند راسل أسماءهم في بيان. أمامنا إذا أحسننا الاختيار التقدم المستمر في السعادة والمعرفة والحكمة، فهل نختار الموت بدلاً من ذلك لأننا لا ننسى مشاحناتنا؟ نناشد البشر بوصفنا بشراً: تذكروا إنسانيتكم وانسوا الباقي، فإذا فعلتم ذلك فتحت لكم الطريق إلى الفردوس، وإن لم تقدروا بات أمامكم خطر الموت العام. عام 55 أسقطت روسيا أول قنبلة هيدروجينية محمولة جواً في العالم.
ليس لنا درع مثل السلحفات، وعلينا أن نحتمي بطريقتنا. أولا تنخفضون، ثم تحتمون وتغطون مؤخرة العنق بإحكام. نختبئ تحت منابضنا ونبقى إلى أن نؤمر بالخروج، أو أحياناً يكون إلى جانب غرف التدريس غرف للسترات فنمشي إليها ونأخذ ستراتنا ونخرج منها إلى الأروقة وننبطح مواجهين الجدار. تذكروا ما تفعلون، قولوا بصوت مرتفع ماذا تفعلون لدى رؤية الوميض. بهذه الطريقة كنا نحمي أنفسنا من القنابل ومن أي ضرر يوجه إلينا، وشعرنا بالأمان وبالحماية. الملاجئ التي في الفناء الخلفي للمباني هي شيء رأيتموه في المجلات، وهذا المفهوم كان شائعاً في ضواحي مدن أمريكا. أذكر ذلك حين أفكر في أماكن في بيوتنا حيث لا يمكن لهؤلاء الأعداء الروس أن يعثروا علينا، ونشعر فيها دوماً بالأمان. عام 50 لم يخطر ببالنا أن الأمريكيين كانوا خائفين من غزو سوفيتي. حسبناهم عرفوا أن أهدافنا سلمية وأن مرادنا العيش في سلام فقط. أردنا أن نعيد بناء بلدنا، فلدينا خطتنا الخمسية، فلا نص على أننا نريد غزو أحد. ظننا أن لدينا ما نخشى منه لأنهم رأس ماليون، وهذا شيء رهيب جداً. اعتقدنا بأنهم مصوا دماء العمال، ولم يدر في بالنا أن الأمريكيين كانوا خائفين منا. في صيف 55 اجتمعت الدول الكبرى في جنيف، وكان الوفد الروسي برئاسة المارشال بولغانين ونيكيتا خروتشوف. كان اقتراح ايزنهاور اللافت هو الأجواء المفتوحة. ايك زعم بأن مشروعه سيخفف من الشك المتبادل، ولكن سيفتح سرية الآلة الحربية السوفيتية. الأجواء المفتوحة في ذلك الوقت شملت حرية الطيران فوق البلدين، ومراقبة وتصوير وملاحظة ما يجري، وثانياً تبادل الخطط كما دعاها أيزنهاور العائدة للبرامج العسكرية لدى الطرفين. افترقنا لتناول الشاي بعيد ذلك، وفيما كنا واقفين مشى خروتشوف نحو أيزنهاور مشية جانبية على طريقته في المشي، وقال: أنتم تحاولون كشف أسرارنا. ولما كنا عائدين قال أيزنهاور: الآن عرفنا من هو رئيس الوفد السوفيتي. في ذلك العام وفي العرض الجوي بموسكو، سمح السوفييت للغرب برؤية قاذفاتهم النفاثة الجديدة المرمزة بايسون. ومن باب الأهمية حلقت 10 طائرات TU-95 بعيدة المدى، قادرة على حمل قنبلة نووية كل المسافة إلى أمريكا. بالنسبة لأمريكا، كانت رؤية 10 طائرات قادرة على الوصول إلى أمريكا صدمة لها. في ذلك الوقت وفي غياب الصواريخ الباليستية، افترضوا أن الاتحاد السوفيتي لم يملك وسيلة للوصول إلى أمريكا.
رداً على مخاوف من تفاوت في المقاتلات، ضاعف أيك إنتاج المقاتلات B-52، وأرادت أمريكا أن تعرف مقدار ذلك التفاوت. في كاليفورنيا كانت اللفائف تخرج من طائرة استكشاف تصويرية برية صممت للطيران على ارتفاع 70,000 قدم لا تصل إليه المقاتلات والصواريخ المضادة للطائرات، طائرة U-2. بإشراف الاستخبارات CIA شكلت هذه الرحلات عبر الأراضي السوفيتية أخطاراً، لكن المعلومات التي قد تأتي بها حيوية، آيك قام بالمجازفة. في إحدى رحلاتي طرت فوق إنجلز المعروف بمطار إنجلز، وما فاجأني وسرني أنه كان مشحوناً بالمقاتلات. عرفت آنذاك أنني وجدت هناك تفاوتاً في المقاتلات، وأن هذه لابد أن تكون أهم صورة التقطها طيار استكشاف. فتوقعت أن أنال أوسمة شرف لدى هبوطي، إلا أنه تبين أن ما صورته لم يكن مجرد جزء من أسطول المقاتلات الروسية، بل هو صورة لأسطول المقاتلات بأكمله، وأنه لم يكن هناك تفاوت، فكل المقاتلات كانت في المطار. توصل خروتشوف في تلك الفترة إلى أن الصواريخ هي أسلحة المستقبل، وأن السفن الحربية قد أصبحت قديمة، وأن المقاتلات أمست قديمة أيضاً، وأنه علينا تركيز كل شيء على الصواريخ في الحروب التي ستندلع في المستقبل. وكما قال في مكان ما، فإننا على وشك إنتاج الصواريخ كالنقانق. مهندسون من جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي كانوا يصلون إلى صحراء كازاخستان لبناء قاعدة الصواريخ السرية في بايكونور. في 15 أيار 1957 بدأوا يختبرون أول قذيفة باليستية عابرة للقارات. التزمنا السرية بحيث لم نذكر كلمة صاروخ حتى بين أنفسنا. كان يدعى الآلية أو المنتوج، ودعوناه عزيزنا. هذه الرومانسية ساعدتنا على العيش والاستمرار. صنع الصواريخ كان خطوة، أما التالية فستفاجئ العالم كله. من تشرين الأول 57 أطلقت روسيا أول قمر صناعي في العالم، دعوه سبوتنيك، رفيق الأرض الرحال. الأمريكيون سلموا بأن دولتهم الأغنى والأكثر تقدما تقنيا في العالم، وبوجود سبوتنيك في مدار حول الأرض تغير كل ذلك. فقد فازت روسيا بالحدث الافتتاحي لسباق الفضاء. في كل مكان تحولت الأنظار والأسماع إلى الفضاء. كان عندي جهاز من الحرب العالمية الثانية في المرآب، وبقي فيه زمناً دون استعمال، ولثقله لم أدخله البيت، فمددته بالكهرباء وفتحته على إحدى القنوات فوق 20 ميجاهرتز بصوت ضعيف ومن مسافة بعيدة. بين الضجيج والأشياء الأخرى سمعت سقسقة كسقسقة الجدجد أكثر من صوت إشارة البيب. بالنسبة لي كان ذلك تأكيدا على أن الروس وضعوا قمرا صناعيا في مدار. بالجلوس هناك
وسماع تلك الإشارة لا يسعك إلا أن تشعر بالقشعريرة وتفكر في ذلك الحدث. سبوتنيك كان صدمة لمن وراء البحار، فالأمريكيون وغيرهم أدركوا أن عصر تقدمهم قد ولى. وبدأ عصر جديد، فباستثناء سبوتنيك لا يمكن للسلاح النووي أن يدور حول الأرض، بل سيهبط حيث يؤمر. سبب ذلك صدمة لشعبنا بسبب حالات الذعر الشديد الناتجة عن التفكير بأن السوفيت يستطيعون ذلك وأنه بمقدورهم ضرب أمريكا بالصواريخ. كان أيزنهاور يفكر في ذلك منذ سنين، وهذا ليس جديدا عليه. برنامجنا للقمر الصناعي لم يعتمد سباقا مع دول أخرى، بل نظم بعناية كجزء من العمل العلمي للسنة الجيوفيزيائية الدولية. أنا أعتبر أن برنامجنا سيكون حسن التصميم وصحيح التوقيت لتحقيق الأهداف العلمية التي أعد من أجلها. منتقدو أيزنهاور اتهموه بأن كسله ضيع الفرصة. إن هذه الحكومة بحاجة إلى قول الحقيقة للأمريكيين والتخلي عن خداع نفسها وخداع أصدقائها، فلنتبين أين وضعنا في هذا السباق والتسلح، ولنتبين ماذا سنفعل بشأن ذلك، ولنتخلى عن التصرف وكأن شيئا لم يحدث، لكنه حدث وأحرجنا أمام العالم. وسائل الإعلام في العالم ضجت بدخول الإنسان عالم الفضاء. نود أن نستريح، لكن الفضل يعود لخروتشوف. فهو أدرك أن النصر الفضائي أهم في الشؤون السياسية من التهديد بهراوة في رأسها قنبلة نووية. خلال شهر كانت روسيا جاهزة بسبوتنيك 2، وهذه المرة حمل راكبة هي الكلبة لايكا. الرأي العام الأمريكي انقسم بين خوف من الصواريخ السوفيتية وقلق على سلامة الكلبة التي سموها كيرلي. لنا أن نصلي في هذا الوقت من أجل معاناة كيرلي، سائلين الله أن يكون رحيماً وأن يسرع النهاية. صرخة الرحمة الصامتة هذه فيما يدور هذا القمر حول الأرض ينبغي أن تستذكر طويلاً كرمز للعذاب الذي يمر به عالم الحيوان. لا أقصد أن أكون طريفة، ولكن يجب تذكر شيء ما، وهو هناك أنثى فوق تدور حول الأرض. وللحاق بالروس دفعت أمريكا بمشروعها الخاص بالقمر الاصطناعي إلى الأمام. كان الجيش وسلاح الجو متحمسين لإطلاق قمر صناعي. كان أيزنهاور متشككاً في اقتراحاتهما، وقرر أيزنهاور استدعاء البحرية لإنتاج قمر صناعي جديد يدعى فانغارد للقيام بهذا، وذلك لأغراض مدنية وسلمية فقط. في ساعة الشروق من يوم الإطلاق يدرك العلماء الأمريكيون أن العالم يرقب وينتظر، والنجاح أو الفشل سيأتي بعناوين بارزة، وهذا ثمن العظمة. والأمريكيون الذين جاءوا بقمرهم إلى كيب كنافيرال يعرفون أنه جاهز في مكانه. بعد أن ارتفع بضعة أقدام فقد الصاروخ البالغ طوله 72 قدماً دفعة، والأفلام البطيئة الحركة تروي بقية الحدث. كان ذلك إذلالاً وطنياً، وصحف العالم تبارت في وصفه، ولا بد من عمل شيء ما بسرعة لاستعادة الثقة بالتكنولوجيا الأمريكية.
جاء للإنقاذ عالم الصواريخ الألماني فيرنر فون براون. كان فريقه يعمل على الصاروخ الحربي ريد ستون، وبسرعة ركب القمر إكسبلورر عليه. لقد نجح. كان السباق في الفضاء بين الرأسمالية والشيوعية، وهو تنافس خشي الغرب من أن روسيا فائزة فيه. روسيا كانت تتفجر بالاعتزاز واحتفت بأبطالها العلميين الجدد، وتصميماً على اللحاق بالسوفييت تحولت أمريكا إلى الشباب، فعدد قليل من الطلبة كان يتخصص في العلوم والهندسة، وكثيرون درسوا مواضيع أسهل، وأقر قانون التعليم للدفاع الوطني. وبالنتيجة أصبح زوجي السابق مهندساً، وصار أخي مهندساً، ومعظم الذين أعرفهم في محيطي درسوا ليصبحوا مهندسين، وبعد أن فعلوا ذلك درسوا أشياء أخرى. كنا جميعاً مهيئين للتفكير بأن هذا ما نحتاج إلى فعله. عام 59 افتتح نائب الرئيس ريتشارد نيكسون المعرض الوطني الأمريكي في موسكو، وحاول أن يؤثر في خروتشوف بتقدم أمريكا في التلفزيون الملون. هناك مجالات أنتم متقدمون فيها علينا، كتطور الدفع في صواريخكم لاستقصاء الفضاء الخارجي، وهناك مجالات كالتلفزيون الملون الذي نسبقكم فيه، ولكن من أجل كلينا، من أجلنا جميعا. لا سبيل، لقد سبقناكم في الصواريخ وسنتقدم عليكم في التلفزيون الملون أيضا. لا سبيل. مهلا 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 حتى ترى الصور. تفضل. خروتشوف جال في أمريكا وكان أول زعيم شيوعي يدعى إليها. وفي هوليوود خرج النجوم للترفيه عنه، وفي الشوارع كان ترحيب الناس به باردا، وأمضى الأيام الأخيرة من الزيارة مع أيزنهاور في كامب ديفيد، وكلاهما قال إنه مستعد لإبطاء سباق التسلح. كان من الصعب على أيزنهاور أن يجادل في تقييد السباق، فالأمريكيون كانوا مقتنعين بأن التقدم في الصواريخ هو لصالح روسيا. أي كان يتساءل عن مقدار فجوة التفاوت السوفيتي، فطائرات يوتو كانت تبحث عن الصواريخ ووجدت القليل منها. احتجنا للمعلومات التي تعود بها اليوتو، لأن الروس كانوا كتومين وبلادهم الأكبر في العالم، ومن دون سياح فاحتجنا إلى وسيلة خاصة للاستطلاع. الطيار جاري باورز اختير لأطول وأخطر مهمة تجسس، سيقلع من باكستان ويحلق شمالا عبر روسيا، وطريقه ستأخذه فوق دفاعات جديدة محسنة مضادة للطائرات. ولما دخلت اليوتو الأراضي السوفيتية تتبع الرادار السوفيتي تقدمها. انطلقت مقاتلة ميج ولكنها لم تستطع الارتفاع كفاية، وأعطيت الأوامر لإطلاق صواريخ S-75 الجديدة. صاروخ واحد يكفي لإسقاط طائرة باورز. ما اكتشفناه أولاً هو بقايا الطائرة، وها هي ورائي جسم الطائرة والجناحان والخزانات. أبلغ أيزنهاور بأن الطائرة مفقودة وأن المطلوب بيان عام. ذكرته بأن لدينا تغطية يمكن استعمالها، وبأن الطائرة كانت طائرة أرصاد في الأجواء العالية، ولا بد من أنها انحرفت عن مسارها
وهكذا قال البيان. من الممكن أن خللاً حصل في أجهزة الأكسجين أدى إلى فقدان الطيار وعيه، واستمرت الطائرة في الطيران بالطيار الذاتي الحركة فانتهكت من غير قصد المجال الجوي السوفيتي. والدليل الرئيسي إن صح التعبير هو باورز نفسه ومعداته، وكان معه دبوس مسموم ومسدس كاتم للصوت. خروتشوف داس على الفخ وأوقعنا فيه وقال ليس لدينا الطائرة فقط بل الطيار أيضا، ولم تكن طائرة انحرفت عن مسارها بل كانت في مسارها، ولم تكن طائرة أرصاد في الأجواء العالية، إنها طائرة تجسس ونحن نعرف كل ذلك وطالبنا باعتذار من أمريكا. يبدو أن محاولة الحصول على معلومات محتجبة وراء الستار الحديدي جرت بطائرة مدنية غير مسلحة من طراز U2 حلقت فوق الأراضي السوفيتية. جمعنا خروتشوف حوله وقال اسمعوا سنتخذ موقفا متشددا وإلا فإن جمهورنا لن يتفهم الوضع، علينا أن نصدر بيانا يقول على الرئيس الأمريكي أن يعتذر ويعاقب المسؤولين عن تلك الرحلات وأن يقول بأنها لن تتكرر بعد اليوم. بعد أسبوعين من إسقاط الطائرة وفي قمة باريس غضب خروتشوف من عدم اعتذار آيزنهاور واندفع إلى الخارج. القمة فشلت. في موسكو كانت محاكمة باورز على التجسس حدثا إعلاميا كبيرا، والعالم رأى أمريكا متلبسة بالجريمة. أطلب من المحكمة أن تفكر بكل الأدلة. وأن تأخذ بعين الاعتبار ليس ارتكابي الجريمة فحسب، بل الظروف التي قادتني لفعل ذلك أيضا. باورز حكم بالسجن 10 سنين. خشي خروتشوف من أن رحلات اليوتو كشفت مزاعمه بالتفوق الصاروخي على أنها خدعة. في مركز بايكونور السري كان المهندسون يختبرون صاروخاً باليستياً جديداً، وكان المسؤول المارشال ناديلن. حدث تسرع في ابتكار صاروخ جديد. الأوامر أوامر، الكل عمل بأوامر، خصوصاً عندما راقب ناديلن عمله بدقة. بقي هناك شهراً يراقب العمل وجلس على كرسي أمام الصاروخ وظل يستعجل الناس أسرع فأسرع. ولما بات كل شيء جاهزاً اشتعل المحرك. أناس احترقوا بألسنة اللهب، وأناس سقطوا كالمشاعل من أعلى الصاروخ، أما القريبون من الصاروخ فماتوا على الفور، لم يبقى أي شيء. مئة وتسعة وثمانون شخصاً ماتوا.
عندما ذهب أشخاص من إدارتنا للنجدة لم يجدوا من الماريشال نديل سوى نجمة الماريشال. في أمريكا كان برنامج الصواريخ كامل التجهيز، وكان أيزنهاور قد وافق على 12 مليار دولار للدفاع. صواريخ أطلس وثور ومينيتمان وبولاريس اختبرت كلها بنجاح. عام 61 عزفت الفرق للرئيس الجديد، وطوال حملته الانتخابية هاجمت جون اف كينيدي الجمهوريين على موقفهم الضعيف من الشيوعية، وخصوصا على فجوة التفاوت في الصواريخ التي زعم أن أيزنهاور لم يسدها. وتعهد كينيدي بأن خبراء الدفاع سيحلون المشكلة. بالكاد عرفت الفرق بين سلاح نووي وسلاح تقليدي، لكن رسالتي وتوجيهاتي كانت سريعة، لأن عنصرا مهما من حملة الانتخابات التي فاز بها الرئيس كينيدي كانت تهمة الديمقراطيين ومنهم الرئيس كينيدي بأن أيزنهاور سمح بترك فجوة للتفاوت في الصواريخ لصالح السوفيت، وذلك بتراخي أمريكا في بناء قوة صواريخ نووية متفوقة. ولذا كانت مسؤوليتي كوزير للدفاع أن أحدد درجة الفجوة وأتخذ إجراء لسدها، وأخذنا نحو 3 أسابيع لتحديدها. أجل، هناك فجوة لكن لصالحنا. رغم التخلف في سباق الصواريخ، كانت لا تزال لدى روسيا ورقة تلعبها يوري جاجارين. من 5 صباحاً بقيت أفكر إنهم يوقظونه الآن. الآن يرتدي ملابسه ويطعمونه. هو الآن يركب الحافلة في طريقه إلى منصة الإطلاق. اختير جاجارين ليكون أول إنسان في الفضاء، وخلفه جلس مسانده جيرمان تيتوف. بالنسبة إلينا كان عملاً عادياً، ليس تماماً، إذ علينا أن نطلق صواريخ وأقماراً، فهذا ما أعددنا له. كان يمكننا رؤية الإطلاق. أولاً بدأ صاروخنا يهتز بلطف، ثم وش انطلق الصاروخ إلى الفضاء. كان ذلك جميلاً، خصوصاً بالنسبة لنا للذين أعطوا من جهدهم للمشروع. رحلة طيبة، بالتوفيق. هيا بنا. في 9:07 بتوقيت موسكو سمعت صفيرا وضجة متزايدة. شعرت كيف أن جسم السفينة الفضائية بدأ يهتز وانطلقت بطيئة جدا. كان من الصعب أن أحرك ذراعي، لكنني عرفت أن هذه الحالة لن تدوم طويلا إلا عندما تبلغ السفينة السرعة الضرورية وتدخل مدار الأرض. أفدنا من الأرض بأن 70 ثانية مرت منذ الإقلاع. أجبنا، فهمنا كل شيء على ما يرام. جاجارين دار حول الأرض.
الرحلة دامت 108 دقائق. وعاد إلى الأرض يرحبون به بطلاً. انهمرت دموع الفرح وقبل الناس الغرباء في الشوارع، أما جاجارين فكان حبيب الكل. ما أجمل بسمته، ما زلت أحتفظ بصورته. إنجازه أفرح كل روسي والعالم.